آسف على اللي شفتوه، حقكوا عليا، ما كنتش عايز تسمعوا ألفاظ خارجة، وكنت حابب أكمل الحلقة لوحدي. أول تعليق من حسن شاكوش بعد حلقته مع طليقته ريم طارق. خرج حسن شاكوش بتصريحات جريئة عن طليقته ريم طارق بعد عرض حلقتهم مع رامز جلال اللي اجتمعوا فيها لأول مرة من بعد خلافاتهم وانفصالهم بسبب المشاكل والقضايا اللي كانوا رافعينها على بعض. فكشف شاكوش كواليس الحلقة واللي عملته ريم، فيا ترى إيه اللي حصل وإيه اللي قاله شاكوش بعد الحلقة. البداية كانت مع ظهور حسن شاكوش في لايف لي على التيك توك بيتكلم عن كواليس الحلقة اللي حصل فيها، وكمان بيقدم اعتذار للناس بسبب اللي عملته ريم طارق أثناء الحلقة. فقال شاكوش في اللايف اللي ظهر فيه على التيك توك لكل الناس اللي كانوا مستنيين الحلقة بتاعتي مع رامز، خلاص الحلقة اتذاعت، وطالع أقول لكم ما تزعلوش، حقكم عليا، لأن أنا كنت عايزة أقدم لكم أحسن حاجة. كنت رايح علشان أصور مع رامز، وكنت رايح علشان أعمل حلقة حلوة لجمهوري في رمضان الناس تبقى مبسوطة بالحلقة، وكنت عارف أني رايح لرامز أياً كان اللي هيحصل، لكن أنا طالع بقول لكم أنا آسف على اللي شفتوه في الحلقة لأنها ما كملتش، وكان رامز فاكر ان الموضوع عادي، بس هو ما حصلش نصيب ان الحلقة تكمل. انا عن نفسي كحسن كنت عايزة اكمل الحلقة لوحدي، وده تالت سنة اطلع مع رامز، بحترمه لانه نجم كبير، وانا بقوله برضو ما تزعلش وحقك عليا من اللي حصل. انا عارف انك كنت عايز تقدم حلقة حلوة مع جمهورك، بس ده يثبت للوطن العربي انك مش بتتفق مع النجم قبل ما يجي ولا حاجة. انا كنت رايح مش عارف، وكنت فاكر اني جاي ضيف لوحدي. بتأسف لكل الناس اللي سمعت ألفاظ مش كويسة، حتى لو الألفاظ دي ما طلعتش مني. كان باين من كلام حسن إنه عايز يجيب العيب عليها في اللي حصل منها في الحلقة. أما ريم فبعد الحلقة رفضت إنها تعلق، واكتفت إنها تشارك ستوريز المتابعين اللي بيشكروا فيها وفي موقفها أثناء الحلقة، وإنها رفضت تكمل الحلقة مع شاكوش لأنه أذاها، وإنها عندها كرامة ومش رامية نفسها عليه زي ما شاكوش كان بيقول. فريم أثناء حلقتها مع رامز وأول ما شافت شاكوش قدامها دخلت في حالة هستيريا وما كانتش عارفة تسيطر على نفسها، وصممت ما تكملش الحلقة وكسرت الكاميرات المتواجدة وقالت له لا يا رامز أنا مش عايزة أكمل الحلقة. لكن رامز رد عليها وقال أنا جاي فاعل خير، بعد الرحلة دي هتتصالحوا، مش شرط يبقى في بينكم حياة بس لازم تتصالحوا. وفعلا نفذ لها رامز رغبتها واعتذر لها وقال لها نيته كانت خير وإنه كان عايز يصلح بينهم، لكن كل محاولات الصلح بينهم فشلت. فيا ترى شايف شاكوش معاه حق في تصريحاته عن الحلقة ولا ريم اللي معاها الحق؟